السلام عليكم، ده كده الفيديو رقم 2 في الكلام عن ال LCD. طيب اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ايه؟ اتكلمنا عن البنات ديت، كل البنات ديت وكل البنات ديت، وفهمنا هما بيعملوا ايه، وقلنا ان الفيديو دوت بإذن الله هنتكلم عن البن بتاعة الاي. طيب تعالوا كده نتكلم عن البناية اللي اسمها اي دي، وهنكتشف ان هي يعني هي المفروض ان هي من البنات بتاعه الكنترول اللي انا المفروض ابقى واخد بالي منها وانا شغال على الكنترول. طيب دلوقتي انا لو معايا البن اللي اسمها اي دي، انا حاطط عليها فاليو زيرو، حلو. الراجل الشركه اللي عملت ال سي دي ديت عملوا ايه؟ قال لك لازم علشان تبعت داتا او تبعت كوماند سيان ايا إن كان انت هتبعت ايه دلوقتي، لازم تعمل لي حاجه اسمها لاتش. يعني ايه لاتش؟ ده لو حد فيكم بيقرا من مرجع او حاجه، يعني بحيث اللفظ لو ما سمعوش، يعمل لي حاجه اسمها هاي تو لو. يعني قال لك الاي مثلا انا كنت انيشالي مثلا كنت كاتبها بزيرو، حلو. قال لك علشان اسيف الداتا او اعرض لك الداتا ديت او اتاكد ان انت بعت الكوماند دوت، خلي لي البتاع دوت الاي ديت بواحد. انت دلوقتي خليتها بايه؟ واحد، حلو. واستنى شويه، استنى شويه، استنى مثلا مده تايم كده، سمي التايم دوت، سميه مثلا تي، حلو. هستنى شويه، هعمل زي ديلي كده، هصبر شويه كده لحد ما ايه، لحد ما التي دوت يعدي. التي ده مثلا ب 200 مللي سكند مثلا، وهنتاكد، هنعرف دلوقتي هو التي دوت بالظبط كام. وبعد كده خليها لي لو الاي بزيرو، تمام. خلال الفتره ديت او مثلا بدايه من هنا مثلا، ابعت الداتا اللي انت كان نفسك ان انت تعرضها، او ابعت الكوماند اللي انت نفسك تعرضه. فخلال الفتره دي كده ابعت يا عم الداتا بتاعتك. الداتا دي مثلا كانت عباره عن حرف الاي مثلا، ان انا عايز اكتب حرف الاي مثلا، حلو. ف هتبدا تبعتها من ايام ما كانت الاي بزيرو، او من اول ما انت خليت الاي بواحد. يعني انت كده كنت خليت الاي بواحد، والسطر اللي بعدها على طول بعت الداتا، قال لك دي شغال، او ان انت تخلي تبعت الداتا وبعديها تخلي الاي بواحد. وهو الدكتور كان اتكلم في المحاضره وقال ان هو مش فارقه، فبس هو شغال بالطريقه ديت، ان هو يبعت الداتا الاول وبعد كده يخلي الاي، وبعد كده يستنى شويه التايم تي دوت اللي هو يدي ديلي، يعني ديلي بتايم تي، حلو. ديلي جميل جدا. طيب انا دلوقتي لو شغال وما عملتش الهاي تو لو ده، عملت البتاع هاي بس، خليتها هاي على طول، قال لك كده مش هتستقبل مني داتا. يعني لو فضلت هاي كده هاي كده هاي كده، مستحيل ان هو يشتغل، ومستحيل ان هو يعرض الحاجه بتاعته. لازم تبقى هاي تو لو، لازم تعمل لي الحوار اللي ده. طب افرض ان انا مثلا كنت شغال كده في الفتره دي، بعت الايه، وتايم تي اللي انا كنت مستنيه ده عدى، وبعد كده ما خليتهاش لو، وبعد كده رحت جاي كاتب لها بي بعتها، وبعد البي ده رحت جاي منزل لو، قال لك ساعتها، واستنيت بقى تايم تي التاني ده، قال لك ساعتها هيفكس للايه. ليه؟ لان انت البي هي اللي انت عملت فيها حوار الهاي تو لو، هو كانه ما شافش حاجه من الايه، هو ما بيشوفش غير الحته بتاعه الهاي تو لو دي، حلو. عملتها له، هيسيف اخر حاجه انت بعتها له، حلو. فسواء كوماند او سواء داتا. طيب معلش جالي تليفون فمش فاكر انا قلت ايه. فخلاصه الموضوع، يعني انت عايز تبعت كوماند او تبعت داتا، هتعمل ايه دلوقتي؟ طريقه بسيطه جدا، هتروح جاي سواء داتا او كوماند، تروح للثمان بنات دول. انت طبعا بتظبط الار اس في الاول خالص، بتشوف انت هتبعت داتا ولا تبعت كوماند، تحط الفاليو اللي انت عايزها في الار اس، وبعد كده اكتب الداتا اللي انت عايزها في الثمان بنات دول، او الكوماند من الداتا شيت زي ما شفنا كده في الفيديو اللي فات، اكتبهم هنا، حطهم في الثمان بنات، وبعد كده اعمل الهاي تو لو، حلو. بس كده المفروض ان كده، المفروض ان ال LCD هيبقى وصل لها الدنيا دي. طب تعالوا نتكلم عن حاجه ثانيه. طيب دلوقتي طيب ايه الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها، او حاجه في نفس الموضوع بتاعنا؟
ده كده الرسم على نظافه، يعني ان انا دلوقتي خليت الاي كانت زيرو، خليتها بواحد هاي تو لو، بعت الداتا. هنا المرجع شغال ان هو بيبعت الداتا بعد ما بيعمل اللو، بس احنا ينفع نعمل نبعت الداتا من هنا مثلا عادي جدا. الدكتور دي طريقه الدكتور يعني، ما فيش مشكله. حلو. بعد كده بيبعت بيعمل اللو، هو بيستنى وقت كده معين. ليه الوقت ده، او ليه الاوقات الديليز دي؟ وديت مثلا ار اس ان هو خلاها بزيرو مثلا خلال الفتره اللي هو كان بيبعت ايه، بيبعت فيها داتا. زي ما قلنا ان الار اس اللي هو الفاليو بتاعته بزيرو، خلاص انت كده في الوقت ده انت عايز تبعت داتا، ماشي حلو. طيب ليه بقى الوقت ده؟ قلت لي بص يا سيدي، دلوقتي المايكرو كنترولر بتاعك هتوصله على ال سي دي، يعني ده كده المايكرو كنترولر ودي كده ال سي دي. حلو. المفروض ان انت هتكونكت الاثنين ببعض. حلو. فعلشان تيجي تبعت لدوت انستراكشن او تبعت لده، يعني المفروض ان الاثنين بيشتغلوا مع بعض، فلازم سرعه دوت وسرعه دوت يكونوا سرعتهم متساويه. قال لك بس سرعه المايكرو كنترولر لما بيجيب يرن انستراكشن هي اسرع بكتير قوي، يعني المايكرو كنترولر كده في سرعته اكبر من ال سي دي. يعني في شويه كوماندز كده بتتنفذ في ال سي دي ب 400 مايكرو سكند مثلا. حلو. اسرع سرعه للمايكرو كنترولر، اسرع كلوك خلال ال 40 مايكرو سكند ديت، ممكن المايكرو كنترولر يكون نفذ 3000 انستراكشن. الوقت انت متخيل الوقت اللي هو بيحاول ال سي دي ينفذ انستراكشن واحده بس، المايكرو كنترولر بتاعك بينفذ 3000. فطبعا سرعه مهوله جدا. طب علشان اخلي الاثنين سرعتهم قد بعض، طيب بسيطه، قال لك اعمل نفذ الانستراكشن ديت يا عم، وبعد ما تنفذ الانستراكشن ديت اديني ديلي بحيث ان المايكرو كنترولر في الوقت اللي الانستراكشن دي بتتنفذ هو ما يكونش بينفذ غير الحاجه دي بس، والديلي ده بحيث ان هو يعطل شويه، بحيث بدل ما ينفذ ال 3000 انستراكشن لا ينفذ لي في الوقت ده الانستراكشن النهايه اللي انا عايزها. حلو كده. الديليز ديت مذكوره اهي، يعني هو بيقول لك مثلا في الحته بتاعت الاي من هاي تو لو مثلا انت محتاج تعمل 230 نانو سكند. في الاي مثلا في التي اتش ده مثلا محتاج تعمل 10 نانو سكند بس، از مينيموم. بس النانو سكند هي حاجه صغيره جدا، فممكن تهمل يعني. ده كان ده المعلومه ديت لازم نتاكد منها، هحاول ان انا اتاكد منها واقولها لكم. يعني عموما دي ديليز المفروض انها تتعمل، وهنشوف الديليز ككود بيتعمل ازاي. حلو. فدي كده حاجه. طب خلينا طالع عشان الفيديو ده ما يطولش، ننهي كده ونكمل في الفيديو اللي جاي باذن الله الكلام عن الديليز. السلام عليكم.